فاجعة بكل تأكيد، لأن الأمر يتعلق بهامة يعني سامقة برجل كبير، رجل دولة كبير، وهو رمز لنا، سواء تعلق الأمر بميدان الإعلام نفسه، لأن الرجل كان أول من تكلف بجريدة التحرير، وكان أول من اعتقل بسبب الخط التحريري للجريدة والظروف السياقة السياسية التي كانت آنذاك. فنحن إذن نفقد رجل دولة بامتياز، لأنه يجب أن نقرأ كيف كانت رسالة الأممية الاشتراكية عشية وفاته للاستفسار عن رجل كبير، رجل دولة ورجل يعني كوني بمعنى الكلمة. لهذا أقول أن الغصة كبيرة جدا، لأن تاريخا طويلا علمنا فيه السي عبد الرحمن كثير من المبادئ، علمنا كيف يكون الصبر، وكيف يكون الإصرار، وكيف يكون العمل المستمر والتراكم من أجل تحقيق النقلة النوعية في العمل السياسي. من المؤكد أن غيابه سيفتح المجال لإعادة قراءة هذه السيرة الباذخة لهذا الرجل، ولتؤخذ منها العبر، ولنستخلص منها كثير من الأشياء للإجابة على هذه المرحلة التي نصفها نحن بالتفاهة، ونصف فيها الضحالة، ونحس بالسطحية في كل المجالات. هذه المدرسة يجب أن نستحضرها في هذه اللحظات من أجل إعادة بناء نظام قيمي في كل المستويات، من أجل ممارسة سياسية ومهنية في جميع المجالات، لأن الرجل عبر بالقضاء، عبر بالعدالة عن طريق المحاماة، عبر بالصحافة، عبر بالعمل السياسي، لم يترك العمل النقابي، لم في التعليم، لم يترك أي مجال إلا وطرقه منذ أن رأى النور بحي الدريد في طنجة رحمه الله. ونتمنى أن تكون هذه الاستراحة الدائمة التي جاءت في وقت صعب أن تكون درسا للجميع. فالحقيقة هي لحظة حزينة وجمعة حزينة لارتقاء الراحل السي عبد الرحمن اليوسفي، واللي فيه جانب من احنا كصحفيين وكإعلاميين، فالرجل من مؤسسي الإعلام في المغرب، كان من مؤسسي تجربة المحرر والتحرير، وكذلك تقلد مدير جريدة الاتحاد الاشتراكي، وكانت له أيادي بيضاء من ناحية الحقوقية ومن ناحية السياسية. فالرجل كان من مؤسسي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وفاعل نقابي ساهم في العمل النقابي في المغرب وفي المقاومة وفي جيش التحرير، ومن موقعه كمسؤول كوزير أول، حيث ترك بصمات سيذكرها التاريخ وستذكرها الأجيال القادمة. في الحقيقة لا يسعنا الكلام في هذه اللحظة لأن نطلب للراحل المغفرة والتواب، ونرجو من الله أن يتقبله عند الشهداء والصديقين، ونتقدم لزوجتي إيلين بأحر التعازي لأنها كانت رفيقة وصديقة العمر.